الى ذلك سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اجمالي اعداد الحالات القائمه لفيروس كورونا. نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 2916 حاله قائمه جديده ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 25848 حاله منها 58 حاله تتلقى العلاج في المستشفى و14 حاله في وحده العنايه القصوى. هذا وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافية ثلاثة آلاف وواحد وتسعين حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى أربعمائة وخمسة وثمانين ألفا وخمس حالات